نهارك اسود. نهارك اسود مبارك يا فندم. مين حضرتك؟ لا يا شيخ، وكمان عامل نفسك مش عارفني. يا سافل يا دون يا قليل الاصل، نسيت اشواق يا حسين. انا مش حسين. مش ايه؟ حسين. ايه امال حضرتك تطلع مين؟ ام محمد؟ يا فندم فهميني بس ايه الحكايه؟ حكايتك سودة، حكايتك مطينه. اصحابك قالوا لي انك هتتجوز واحده غيري من اسكندريه. خد هدية الجواز يا حسين. ايه والله عال. ادي اول كرماتك يا حسين، حضرتك تتجوز وانا اتضرب بدالك. يا ماما خازوقه تكون جايه تديني هديه الصباحيه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا اخويا. اتفضل. احنا جايين باشاره مستعجله عشان عاوزينك في المطار. ليه يا اخويا؟ انا؟ ايوه انت، اجازتك اتلغت ولازم تيجي معانا حالا. حضرتك غلطان، انا مش حسين، انا اسماعيل اخوه. ما تحاولش الهرب، اذا كنت مش حسين ليه لابس البدله العسكريه؟ لابسها لانها بدله اخويا، وانا واخويا واحد. وان اولى. انت مش عارف اللي بيلبس بدله عسكريه وهو مش عسكري بيتحاكم وتجن. انت صدقت انا حسين اخويا بس كنت بهزر معاك. طب يلا بينا على المطار. اهي دي بقى ما اقدرش اعمل. خالف الاوامر؟ يا فندم انا ما بخالفش الاوامر ولا حاجه، الاوامر على عيني وراسي. اصل بقى عدم المؤاخذه النهارده انا واخد شربه. اذا ما كنتش هتنفذ الاوامر هقبض عليك بالقوه. يا سيدي حلمك شويه، الكلام اخد وعطى. الاوامر ما فيهاش اخد وعطى، نفذ الامر ولا لا؟ خلصني من دول ابوس ايدك. اخلصك؟ ده انا هخزق عليك. ليه؟ ده انا هنتقم منك انتقاما شنيعا مريعا فظيعا. ليه بس؟ هو انا عملت لك حاجه؟ ايه يعني؟ يعني فتشت السر امبارح لمراتي ليه يا وش الاذى؟ انا تعمل فيا الفصل ده؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف مراتك، هي تلاقيها جدك. ايوه اعملها اعملها. وعلى مين؟ على الشاويش عطيه؟ احلف لك بايه؟ ان انا عمري ما شفت الخلقه الحلوه المسمسمه دي. وكمان بتمهزق بيا؟ نهارك حبر، نهارك كوبيا. لا ده شيء يفور الدم، ما تخلصونا في لوحه المهببه دي. انت بزعق عسكري؟ ايوه بزعق، وحزعق من هنا لاخر الشهر كمان. ايش؟ ما اسكتش. هوش. ما هوش. انت فكرك هتهمني بطولك وعرضك؟ يا اخي ده اهدى، ده انا اتضربت الاجعص منك ولا همني. انا لازم اتسبب لك في مجلس عسكري، اسمعني على المكتب. المكتب منين؟ من هنا؟ ايوه. عساكر اولى الادب، عساكر اخر زمن. شاويش عطيه. امسكوه.
حسين. اسمت السودة. الله، هو الشويش عطيها لغى الاجازه بتاعتك ولا ايه؟ انا متاسف خالص يا لمعي. لمعي؟ انا عارف ازاي خس الخليفة. خليفة؟ امال انت مين؟ عبد العزيز؟ ولا عبد العزيز، جرالك ايه يا حسين؟ انت مش عارف زميلك عبد المنعم؟ اهلا عبد المنعم. مسكين، انت لازم زعلان علشان ما سافرتش تتجوز. تمام تمام. ما تزعلش. الشويش عطيه راجل طيب وابن حلال، وانت تقدر تخليه يسامحك لو عرفت تفرفشه بنكتة حلوة، أصله راجل فرايحي ويحب القفش. ما هو عشان كده قفشني. اسمع كلام، أنت راجل صاحبي وحبيبي، أول ما تشوف الشاويش عطية تروح راقعه نكتة موزونة، هيضحك ويعمل لك اللي أنت عايزه. بسيطة، ده أنا قاموس في النكت والكلام الفارغ. خلاص فرجت. الله يطمن قلبك، الله يعمر بيتك، أنا مش هنسلك المعروف ده بتيتا. يا سيدي العفو، يلا بقى روح المكتب قبل ما يعمل لك كورنيك الذنب. حاضر. يلا قول، هو مكتبه فين؟ جرالك ايه يا حسين؟ ما انتش عارف مكتب الشويش عطيه فين؟ لا عارفه عارفه، بس دخت من اللي حصل لي. تعالى وانا اوريهولك. تعالى. تمام يا حضرتك، القائد طالب منك 2224 تكون جاهز النهارده. طب ما تجهز وقاله. بس انت عارف حضرتك ان انا عرضان وحضرتك القائد انا مش حسين، هو اللي يعرف يصلحها. فاهم يا حسين معاك. اتفضل. فين؟ صلح الطيارة. صلح ايه الطيارة؟ انا اصلح طيارة ازاي؟ انت بتحصل اوامر يا عسكري. لا ما بحصلش ولا حاجة، عاوزين اصلحها اصلحها. في فين الطيارة يا ابني؟ قدامي. اتفضل. ولا انا صلح الطيارة. اسمع يا حسين، انا عايز الطيارة دي تكون جاهزة بعد ساعتين. بتزايد الطيارة؟ هي فين الطيارة؟ انت خليت فيها حد الطيارة.
كلها ربع ساعة ويجي حضرة الضابط عشان يستلمها. مش هيلاقي فيها إلا الديل. الديل. أنا هروح عندهله إن ما هب بعشتك، إن ما خصم تمنها من مهيتك ما بقاش أنا. بصها ما لبستش لافارول ليه؟ اصلها شغلانه بسيطه يا فندم وخلصتها خلاص. التربينه سليمه؟ سليمه يا فندم. مفيش ترشيح في دوره الجاز؟ مفيش. ودوره الهيدروليك ضغطها مظبوط؟ مظبوط يا فندم. لا عليك نور يا حسين، انا قلت من الاول مفيش حد يقدر يصلحها غير حسين الغندور، مش كده يا شاويش عطيه؟ كده يا فندم. طب روح بلغ كومندان السرب ان الطياره جاهزه. حاضر. يا حضرة البتشاويش سامحني، أنا كنت عاوز أبسطك. ما أنا كمان هبسطك خالص خالص، أنا مناخيري بأربع محركات. يا فندم والنبي أنا ما كانش قصدي. اخرس يا نور يا بليشتو. اعمل معروف، قومني بالأجازة بقى ما تفضحنيش. مش عاوز أجازة؟ أيوة فندم. طيب أنا مستعد أديلك أجازة بس على شرط. أشرط زي ما أنت عاوز. إنك تيجي معايا البيت وتعمل قدام مراتي إنك أنت مجنون. مجنون؟ أيوة مجنون. خلاص يا فندم وستين مظبوط. وكل ما اقول لك على حاجه قول لي مظبوط. وستين مظبوط يا فندم. استبينا استبينا. تعال